السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعينا على اليوتيوب، بكل سنة وأنتم طيبين، عاملين إيه؟ إن شاء الله هيكون حديثنا عن تامر هجرس، هذا الممثل المصري المشهور، مولود في 6 نوفمبر 1972، طوله حوالي 185 سنتيمتر، يتميز بالوسامة، وله حضور قوي، وله أدوار عديدة سواء كانت مسلسلات أو أفلام. ولعل أشهر دوره مع عادل إمام في التجربة الدنماركية، حيث كان يقوم بدور أحد أبناء عادل إمام. متزوج ولديه بنتان ويعيش حياة زوجية مستقرة، ويحرص الفنان تامر هجرس على أن يعيش حياة هادئة بعيدا عن الضجيج، ليتفرغ كما يقول لأسرته المكونة من 3 بنات، أكبرهن زوجته وحبيبته ميرال. وهو يتكلم عن أسرتي فيقول: أسرتي مكونة من 3 بنات، أكبرهن زوجتي وحبيبتي ميرال، التي أعطت لحياتي إضافة جميلة. أما الاثنتان الأخريان فهما تمارا وتالا آخر العنقود، وزوجته خريجة الجامعة الأمريكية اسمها ميرال كما قلنا. ورغم أن تخصصها بالعلاقات العامة والإعلان، إلا أنها تعمل كمدربة لرياضة البيلاتيس. أما ابنتيه فتمارا تحب رياضة البوكس وتلعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 16 سنة. أما تالا اللي هي آخر العنقود فتحب الإخراج من صغارها، لدرجة أنها اشترت من مصروفها كاميرا، وتحب التمثيل أيضا، وتحب الجمباز وهي بطلة في السباحة. فالأسرة كلها تحب الرياضة والفن. وهو بيقول: من هما صغيرين كنت أمارس أنا وزوجتي التمارين والبرامج الرياضية في فترة الصباح الباكر، وكان يستيقظاني معنا ويحاولان ممارسة ما نتدرب عليه في مكان التدريب بالمنزل، لذا فقد أحب ممارسة الرياضة. وكانت ميرال تقتدي لهما، ميرال هي زوجته وأمهم، الملابس الرياضية المبهجة، فتجعلهم في غاية السعادة عندما يقومان في الصباح لارتدائهما، كما أنها كانت تضعهما على جهاز الجري والدراجة، وهما كان يجعلهما فرحتين جدا. أما تالا فهو يؤكد أنها تتابع أعماله منذ السنوات الأولى من عمرها، وكانت عندما يدخل إلى حجرة المكتب تقول إنها كانت تعلم أني أقوم بتحضير دور معين، فتدخل دون أن أعلم وتراقبني بدون إزعاج لي، لأنها كانت تجد في ذلك المتعة شديدة. وعندما كبرت قليلا اشتريت لها كاميرا لإظهار موهبتها في مجال الفن من الناحية الإخراجية. ويتحدث عن نفسه ويقول: طبعا أنا أب ديمقراطي وأتعامل معهن بمبدأ الصداقة والصراحة، وهذا هو الأساس بيننا، وأحب دائما أن أشرح المواقف وأوضح لهن ما حدث من واقع خبرتي، وخاصة أن هذا الجيل ذكي جدا نتيجة ارتباطه بالتكنولوجيا التي أصبحت مثل الورقة والقلم على أيامنا، وأنا أشجع كثيرا متابعتهما لها. أما أغرب تصريحاته التي قال فيها منذ فترة: مراتي مزة وعايزة أفرجها للناس، وهذا أمر غريب وصدم المصريين، لأن المصريين لا يقولون ذلك قط ولا يفعلون. وعندما سئل عن ذلك كانت إجابته، وذلك ببرنامج شوف الحارة أخيرا، كالتالي، اسمعوا ده: ندمت على تصريحك مراتي مزة ولازم أفرجها للناس. لا خالص، أنا مش عارف الموضوع ده اتاخد إزاي، يعني اتضايق ناس في إيه. أنا كلمة مزة دي يمكن الشعب مثلا وقتها شايفها إهانة أو حاجة مش كلاسي، شايفة إنها من اللي مراتك عيب تقول مزة، يعني أنت بتخلي الناس تبص عليها. لا ما هو هم فاهمين بقى إن أنت يعني بتقدمها قربانا للناس، هم خدوها جاء ان انت بتقول مراتي مزة، يعني كل الناس تتفرج على مراتي. وانت عارف الشعب المصري مراته التصريح ده لا يقفل عليها الباب. انا بقى عايز احلك الموضوع ده، مهم جدا علشان ده بيسبب طلاق كتير قوي، ان في مصريين كتير او اصدقاء ليا كتير جدا اما بيتجوزوا بعد كده شوية بيخنق مراته، يعني لا تلبسي لا تخرجي لا تعملي، مع ان هو قابلها في خروج وقابلها لابسة وقابلها مش عارف ايه، فكل الحاجات دي هو
بيعملها خوفا عليها او خوفا حب ليها من الغيره، بس هو مش عارف ان هو بيطفيها قدام عينيه، فكل شويه بيطفيها لغايه ما بتطفي ما تضلم، لغايه ما يفكرش فيها، يبتدي يبص في حته ثانيه يطلعه. بس عايز اقول لك الحقيقه، انت كمان ربنا وعدك بزوجه تجنب اخلاقا وشكلا وتربيه وكل حاجه. بخرج معاها، نسهر مع بعض، سفر مع بعض، ننبسط مع بعض. حتى هي ما عندهاش درجه الغيره العاليه اللي بتاعت اي زوجه. لو كان عندها درجه غيره احنا كنا ما كملناش من زمان. هي احنا بنبعت لها تحية خاصة، لان هي فعلا ست جميلة وهي اجمل من تامر. اجمل مني، هم كلهم اجمل مني، كلهم اجمل. اوكي. دلوقتي بقى مش عايزك تزعل ولا تتضايق ولا اي حاجه. لسه هو لسه في لسه 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 ندمت على تصريحك مراتي مزه ولازم افرجها للناس. لا خالص، انا مش عارف الموضوع ده اتاخد ازاي، يعني اتضايق ناس في ايه. انا كلمه مزه دي يمكن الشعب مثلا وقتها شايفها اهانه او حاجه مش كلاسيك. مراتك عيب تقول موزة، يعني انت بتخلي الناس تبص عليها. لا، ما هو هم فاهمين بقى ان انت يعني بتقدمها قربانا للناس. هم خدوها جاي ان انت بتقول مراتي موزة، يعني كل الناس تتفرج على مراتي. لا، انت عارف الشعب المصري بتصريح ده. لا، انا يقفل عليها الباب. انا بقى عايز اقول لك الموضوع ده مهم جدا، علشان ده بيسبب طلاق كتير قوي. ان في مصريين كتير او اصدقاء كتير جدا لما بيتجوزوا بعد كده شويه بيخلوا مراته، يعني لا تلبس لا تلبس لا تروحي، مع ان هو قابلها في خروج وقابلها لابسه وقابلها مش عارف ايه. فكل الحاجات دي هو بيعملها خوفا عليها او خوفا حب ليها من الغيره، بس هو مش عارف ان هو بيطفيها قدام عينيه، فكل شويه بيطفيها بس فيها لغايه ما بتطفي ما تضلم، لغايه ما يفكرش فيها، يبتدي يبص في حته ثانيه يطلعه. بس عايز اقول لك الحقيقه، انت كمان ربنا وعدك بزوجه تجنب اخلاقا وشكلا وتربيه وكل حاجه. بخرج معاها، نسهر مع بعض، سفر مع بعض، ننبسط مع بعض. حتى هي ما عندهاش درجه الغيره العاليه اللي بتاعت اي زوجه. لو كان عندها درجه غيره احنا كنا ما كملناش من زمان. هي احنا بنبعت لها تحية خاصة، لان هي فعلا ست جميلة وهي اجمل من تامر. اجمل مني، هم كلهم اجمل مني، كلهم اجمل. اوكي. ودلوقتي انا عايزة اعرف رأيكم، خاصة الرجال، ايه رأيكم في اللي قاله تامر؟ والى اللقاء، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوا لايك واشتركوا في القناة.